السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. دونك كيف العاده نتسناكم حتى تدخلوا ونبدا نوريكم في ليزات. ومرحبا حتى بالناس اللي غيشوفونا اول مره. معكم يسرى من مجوهرات فاتيم. حنايا محل كنبيعوا الذهب 18 كارة وكنوصلوا السلعه فابور في المغرب كامل. سلام فايزة، مرحبا حبيبة. سلام مريم حبوبتي، كي دايرة؟ اش اخبارك؟ امك كلها بخير؟ هجوريتا سلام. السطوار هذا غنقول لكم الثمن ديالو. سلام حنان ملك برونو، سلام. هاجر الحمد لله حبيبه ديالي، كي دايره انت؟ يا امورك بخير. سلام لو رشيدة، سلام ريحان ريحانة. انا قلتك اختي ما شفتيش كومونتير ديجا ديالي واقيلا. ما عرفتش حبيبة ديالي شنو هو السؤال ديالك. جمعة مباركة أميرة الزوجين. ضروري كاين جديدة حبيبتي مريم الحسن، سلام. صورين صوينا اهلا. شي سنسلة تاع الحضور تكون كبيرة. واخا حبيبة رشيدة، انت حبيبة من الاحسن حبيبتي رشيدة خلي لي ميساج في الواتساب، ان شاء الله نهار الوقت اللي نوصل ليه نجاوبك. اختي السنسلة غادكو في شوبا برونو. اختي ولا خويا ما فهمتي غادكو في شوبا؟ نورمالمون غادكو هي ديك الغورمات اللي كتكون مدفوره لاصقه العنق، دونك شوبا حاجه اخرى. ما عندناش اختي ريحانه لونسانت شانيل. واخا حبيبتي فايزه غنوريكم السناسل ديال ديما. اللهم امين.
السلسله وتعليقاتكم فيها السميه. كنصايبهم بسوق كوموندر تي حياه ب 1699 درهم، يعني كدفعي لنا فيها وكنصايبوها لك. اختي رحانه شانيل ما عندناش لونسومبل ديالها. براسليات ضروري اختي بسمه. حمزه خويا لاف يو او حمزه المهيده راه ماي برادر. يسرى اختي واخا تنقصي خاتم د مارياج ب 2000 درهم. ما عرفتش حبيبتي اين مارياج اللي بغيتي. اختي الشوبار شحال دايره؟ السنسله الشوبار بوحدها دايره 899 درهم، فيها 45 سنتيمتر. براتك توريني خاتم الخطوبه ضروري حبيبتي، غنوريكم الخواتم ديال لي مارياج. دونك البنات نحاولوا نبداو، بغيت نبدا لكم بهاد لاشين بوندونتيف ديال آية الكرسي، فهكا تتبان لكم، فهي اوفال، فيها جوج شكيلات، فيها هذه لي اوفال واللي دايره. دابا جبت لكم هذه لي اوفال غزاله بحال هكا، ما فيها لا حجر لا والو، هكا دايره من اللور، معها سلسله ديال النيلون كيف كتشوفوا بلي راها رقيقه ولكن صحيحه، يعني الا كنتي تحافظي عليها راها غزاله. الطول ديالها هو 39 سنتيمتر، دايره 749 درهم. اللي عنقها عامر اولا اللي بغى طول منها ممكن كتزيدي غير 50 درهم، وكندير لكم سلسله طول منها فيها 46 سنتيمتر. ديجا بانت لي واحد الممثله في ام بي سي 1 في واحد المسلسل في بدايه الايامات، بانت لي دايره وحده بحالها، دايرها طويله. دونك ديروا سكرين البنات، ديروا كابتشيغ داكخون. غنعاود نوريكم نفس السلسله غورمي ديال ليد بلديه. حبيبه ديالي خلي لي ميساج في الواتساب وغنوريك، حيت في اللايف ميمكنش انا غنوريكم كلشي داكشي اللي عندنا في المحل، ولكن في البريفي راه كل وحده كنعطيها وقتها الخاص ووقتها الكافي، يعني حتى كتختار داكشي اللي بغيتي. فكاينه هاد السلسله هذه بالدميعه العوينه بالدميعه، ها هي رجعات كيف كتشوفوا بحال هكا تبارك الله. السلسله الدميعه راها كبيره، هذه كبيره وكاينه تحت الصغيوره ديالها، هذه دايره 949 درهم. السلسله ديال النيلون فيها 39 سنتيمتر، وغادي ان شاء الله غنديرها لكم حتى مع السلسله ديال الشوباغ وغنقول لكم الثمن ديالها. دونك هذه 949 درهم. محسن شنو خويا؟ نعم بديت فهي هادي آية الكرسي، هي هادي هادشي البنات. راه سمحوا لي يعني نساو الرجال، انا ماشي كنقول البنات غير البنات، ولكن اصلا راه العيالات كلهم تياخذوا من عندنا، راه الرجال هما الاكثريه تيخلصوني. دونك كنقولوا البنات غير حيت مولفين كنهضروا اكثريه غير مع البنات، داكشي علاش. هادشي راه ذهب 18 كاره، يعني الذهب اللي كيبيعوا كلشي ذهبي في المغرب. فهاكا هادي السلسله بالدميعه، وهادي آية الكرسي. السلسله بالدميعه بالنيلون دايره 949 درهم، يعني 19000 ريال. وآية الكرسي بالدميعه دايره 749، يعني 15000 ريال. غنحاول نوريكم حتى هذه بالدميعه مع السلسله ديال الشوبار. انا برايي الشوبار كتجي فيها احسن، لان هي كمان شويه كبيره، بالشوبار كتعطي واحد الجماليه اكثر. فهكا كتجيب السلسله ديال الشوبار بحال هكا، ديال الشوبار كتكون عين في عين بحال هكا. هذه الشوبار بوحديتها دايره 899 درهم، فيها 45 سنتيمتر، وهكا كتبان مع الدميعه. ما عرفتش علاش الدميعه كتبان لي كتبان
جاتني كسبان في اللايف حوله، ولكن يلا راه ما حاولاش. دونك هكا بالسلسله ديال الشوبار كتجيب 1299 درهم، 1299 درهم البنات، 26000 ريال بهذه السلسله ديال الشوبار فيها 45 سنتيمتر. هذه اللي بغاها بالنيلون، هذه التعليقه اللي بغاها بالنيلون كتبقى لي ب 949 يعني 19000 ريال، واللي بغاها بالشوبار كتبقى ب 1299 درهم يعني 26000 ريال. ميرسي حبيبي براني، يعطيك الصحه حبوبتي. دونك البنات نكملوا في لي زارتيكل الاخرين. ميمكنش ليا نعرف بالجزائري. كاينه هاد البوندونتيف اللي ديجا وراتكم فاتين لونسامبل كامل ديالو في اللايف، حتى انا غنوريه لكم وغنقول لكم الثمن ديال كل حاجه بوحديتها. بغيت نبدا لكم بالسلسله بالتعليقه، فهي هادي ما حدنا في الكاتيجوري ديال لي شين بوندونتيف، فهي هادي، هذا هو البوندونتيف هكا تيبان، كتبان بحال السلسله راها لاصقه فيه، ولكن لا هانتوما بحال هكا تيبان البنات. هادي 999 درهم البنات، 20000 ريال، 20000 ريال البنات هكا تتبان. اختي خاتم مارياج سامبل بحال هذاك اللي دايره منار انا حبيبه ديالي ما مفرجاش في هذاك منار، دونك ما عرفتش. دونك بحال هكا البنات، هذه 999 درهم، 20000 ريال. لاباس الحمد لله حبيبه رفيقه، كي دايره انتيا امورك بخير؟ دونك نتمنىكم تكونوا درتو كابتشور الخون. كاينه البنات حتى هاد البوندونتيف هادي الغزاله الغزاله الغزاله، حتى انا كتحمقني اي حاجه فيها الحجر في اللوان كتحمقني، دونك هادي هي المصطلح اللي هكا تبان. حتى هي مع الشوبار 45 سنتيمتر، بالنسبه للثمن ديالها دايره 1949 درهم، 39000 ريال البنات، 39000 ريال البنات. دونك هي هادي، تسعود وتلاتين ألف ريال البنات، 1949 درهم. بالنسبة للطول ديال السلسلة هو 45 سنتيمتر، واللي بغا طول منها ممكن كتزيدي تقريبا 100 درهم وكنديرولك فيها 50 سنتيمتر. بالنسبه للناس كتبوا لي الصوت السابق، ماشي انا اللي كنتحكم في هذا الشيء، هذا الشيء راه الكونيكسيون اللي كتحكم فيه. دونك حاولوا ديروا اكتواليزي وشوفوا شنو واش غيتقاد داك الشيء ولا لا. السلام عليكم، تهجموني كاملين ضريفين، الله يحفظكم، اللهم امين ام البنين. دونك هما هذو البنات ديروا كابتور ديكون، كيف كنقول لكم غير ديروا كابتور ديكرون، ربما من بعد تعجبكم شي حاجه على الاقل تلقاو فيها تلقاو عندكم التصويره ديالها، لان بزاف تيدوزو عندي تيقولوا لي راه واحد اللايف مثلا بحال دابا زويه واحد اللايف راك تي لابسه فيه الغوز وريتي في مثلا في الدقيقه 40 وريتي واحد السلسله بالتعليقه. دونك اكثريه تيكون عندنا لي ميساج بزاف، يعني ما تيكونش عندنا الوقت باش ندخل ونعاود نتفرج في اللايف، هادشي علاش باش تسهلوا علينا الماموريه خذوا الكابتور ديكرون، حتى نتوما كيبقاو عندكم يعني تصاور حتى ملي كتبغيو تعاودوا تشوفوهم كتسهل عليكم القضيه، حسن ما تعاودوا اللايف كامل.
السنسله فراشه كاينه دايره 1299 درهم، حتى هي بشين شوبار. كاين هاد البوندونسيف حتى هو الغزال راقي، فهكا فيه شبيكه الوسط ما فيها لا حجر لا والو. هذا راه ديجا كاين لونسوم ديالو كامل، انا اختاريت نوريكم اليوم غير السلسله بالتعليقه. نعيمه حبيبتي فهذا داير 1749 درهم البنات، 1749 درهم. فهي هذه معها السلسله هي ديال الشوباغ. غتلاحظوا بلي كنوريكم الشوباغ بزاف لان الثمن ديالها فريمون رخيص وصحيحه. واهم حاجه انا الميزه اللي كتعجبني فيها بزاف انها كلها عين في عين، يعني ممكن تسديها فيما بغيتي على حساب الطول. فبالنسبه لهذه ديال 45 سنتيمتر، يعني الا كنتي عمقك رقيق تقدر تجيك بحال هكا، يعني حتى لهنايا ممكن الا بغيتي تطلعيها كتسديها فيما بغيتي. فهي هذه 1749 درهم. ديروا كابتور داكران البنات. مرحبا بالناس اللي اول مره غادي يتبعونا بهذا الشيء ذهب. انا سميتي يسرى، حنايا مجوهرات فاتين كنبيعوا الذهب 18 كاره، وكنوصلوا سلعه فابور في المغرب كامل. وبالنسبه للناس اللي تتابعونا من خارج المغرب، ممكن تكلفوا شي واحد من عائلتكم هنايا في المغرب، يعني كتهضروا معنا في البريفي، كتعطيونا السميه والكنيه ديال الشخص اللي غياخذ لا كوموند. ديجا كتهضروا معاه نتوما يعني بيناتكم، وكتعطينا السميه والكنيه ديالو، نيميرو التليفون ولا ادريس، وبطبيعه الحال الاختيار ديالكم. ديك الساعه كنصيفطوا ليه لا كوموند حتى توصلوا عاد يخلصها. واختي فاطمه هادشي اللي عطى الله الله يمخربق، واش انا اللي اختاريت؟ راه اختي الكونيكسيون هادشي اللي عطى الله. اختي كاين حلقه المسمار كاينين حبيبه ديالي دايرين 2299 درهم، غير حاليا ما جبتهمش حدايا. دونك الا بغيتي حبيبتي تشوفيهم ما عليك الا تخلي لي واحد الميساج في الواتساب، يعني في النمره ديالي هي 06 20 72 17 74، وان شاء الله راه نوريهم لك ويعجبوك. توحشك الجنه حبيبه ويام، حتى انا توحشكم. جمعه مباركه عليكم كاملين البنات. راجيه المغفره ما كاين حتى شي مشكله حبيبه ديالي، ما فاتكش بزاف، حتى انا ديما كنجي معطله. لا لا خطيك عليا حبيبتي امل. ياسمينه بغيتهم شنو حبيبتي اللي بغيتي؟ دونك البنات بالنسبه لهاد لي زارتيكل راكم عارفيني انا تيعجبني داكشي اللي كيكون قليل في المحل. اللي بغات اي حاجه دوز عندي بريفات، خلي لي السكرين او لا كابتور داكران ديال لارتيكل اللي بغات، السميه والكنيه ديالها، نيميرو التليفون ولا ادريس. بطبيعه الحال اللي كتسبق هي الاولى راه هي اللي كنخليو ليها لارتيكل هي الاولى. واكثريه هادشي اللي وريتكم اليوم الحمد لله موجود، يعني ما كاينش مشكل. الزونسوم ناقصين في الثمن ضروري حبيبه كلثوم. غنوريك راجيه المغفره من سنسلات جداد وكريسماس ماشي ديال الزواج. راجيه المغفره سبقتك وريتك وريتهم دي زارتيكل، ولكن ماشي مشكل نعاود معاك. دونك هذه البنات 1749 درهم بالشوباغ 45 سنتيمتر، هذه بالشوباغ حتى هي 1949 درهم. آية الكرسي بالنيلون 749 درهم، دميعة بالعوينة بالنيلون 949 درهم، وبشوبا 45 سنتيمتر كتبقى ب 1299 درهم. دونك هادشي اللي وريت لحد الآن ديال السناسل. كاينة واحد وحدة أخرى أنا غنعاود نوريها ليك أختي راجية المغفرة باش ما يكون فاتك حتى حاجه. كاينه هذه حتى هي بالنيلون دايره 999 درهم. غنحاول نكمل لكم لونسومب ديال هذه كامله. Je suis partie.
قلت الحاجة فاتحة كاين خير، ما عرفش بحال اش بغيتو تشوفو. واش باقي ليك غادكو اللي وريتي اون ديرني لايف؟ لا الرادكو اللي كانت في اللايف الاخر ما بقاش، دابا كاين جاو دوك لي غادكو العاديين ونسيت. كنت دايره في بالي بلي راه غادي نجيب لكم ديال العنق واحد جوج ولا ثلاثه نوريهم لكم، وديال اليد ونسيت. دونك البنات غير دوزو عندي البريفي ان شاء الله ونوريكم. فهاد لونسومبل كامل ديجا وريتو لكم فاتين، انا غنعاود نوريه لكم وغنقول لكم الثمن ديال كل حاجه بوحدها. بالنسبه لونسومبل كامل داير 3299 درهم. 3299 درهم يعني 66000 ريال كامل، في السلسله بالتعليقه هكا ولي بوكل لا غورميت اي لا باغ. ديجا وريتكم السلسله بالتعليقه، قلت لكم الثمن ديالها 999 درهم، وغنحاول نكمل لكم شي لاخر. بالنسبه لي بوكل فهما هادو كيف كتشوفوا هكا كيتسدوا بالعمود، طبيعه الحال كيعجبوني دول كيتسدوا بالعمود تيكونوا صحيحين هكا دايرين. هذا الشكل ديالهم من القدام. فهادو البنات دايرين 1199 درهم يعني 24000 ريال. سلام مليار ابن الماسي الماسي. دونك 1199 درهم. امينه وي حبيبه ديالي، ديجا في الاول قلت لكم راه وريت لكم فاتين، كان غنقول لكم الثمن ديال كل حاجه بوحديتها. وي هادشي ذهب 18 كاره. دونك البنات هو هذا كيف كتشوفوا لي بوكل 1199 درهم يعني 24000 ريال، 24000 ريال. بالنسبه للاباك فهو هذا حتى هو غزال حلو البنات هكا كيبان من الداخل، والكاشي ديال الديوانه كنظن باللي راه الكاشي ديال الديوانه راه هو الطابع ديال الذهب، غير حنا كنقول الكاشي ديال الديوانه لان كيتطبع في الديوانه عاد كيدخل المغرب باش يتباع. دونك هو هذا اويلي خديتهم 56 اويلي. شناهي اللي خديتيهم ب 56؟ ما عرفتش مشاو ليا لي كومونتير. دونك هو هذا البنات 849 درهم 17000 ريال، 849 درهم. ايما حلو كيبان غزال، واهم حاجه انه صحيح البنات. انا ديما تنقول لكم الحاجه اللي صحيحه تنقولها لكم، هذا فريمون قاصح والله الا واخا يبان لكم بحال هكا ولكن راه قاصح البنات. لا باك 849 درهم 17000 ريال البنات، غزال غزال غزال. يعني اللي بغات شي حاجه بوحديتها راه ممكن غير دير كابتور ديكرون هكا. وبالنسبه لا غورميت فهي هادي حتى هي فيها ميم موتيف، وفيه شحال فيه جوج ديال الخريصات على حسب القياس، يعني تلبسوا اللي يدها عامره وحتى اللي يدها رقيقه فهكا تيبان. وهاد الخميسه هادي اللي كيكون فيها الكاشي هو تيبان لكم مع الضو. فهاد لا غورميت البنات دايره 1049 درهم 21000 ريال، فريمون اونسامبل غزال. فهو هذا كيبان غزال. هادو راه الا خديتوهم بجوج البنات كتنقص لكم 150 درهم المجموع ديالهم. فهكا تيبانو، ديروا كابتور ديكرون البنات فريمون غزالين وحلوين. خويا حفيظ وي هادشي ذهب 18 كاره، حيت كلشي ذهبي في المغرب تيبيعوا غير ذهب 18 كاره، ما عندهمش الحق يبيعوا شي حاجه من غير 18. دونك غنعاود نوريكم لونسومبل كامل اللي بغات دير ليه كابتور ديكرون. فهو هذا 3299 درهم.
66 ألف ريال البنات. بالنسبه لهذا السطوار اللي انا دايره فانسيت فهذا البنات داير 3399 درهم، فهو هذا 68 الف ريال. كيف كتشوف في هاد الخميسات هكا غزالين، خميسات صغيورين، هذا ماشي بحال دوك اللي كانوا كبار. هذا ممكن تلبسيه مع الرومي مع البلدي وفي اي وقت، يعني تقدر تلبسيه للخروج بوغ شاك جور او لا للحضور، ففريمون غزال وعاطي العين. 399 درهم البنات، 3399 درهم البنات. انا صحح 3399 درهم حيت بعد المرات ملي كنخطا في شي حاجه كان صافي صافي، هي اللي كنلقى الناس اكثر يشدوها. دونك بالنسبه لي باغ فاختاريت لكم هاد لاباي، هذا الغزال غزال 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 وصحيح بطبيعه الحال هكا داير من الداخل، وهانتوما شوفوا غير القطر ديالو غادي يبين لكم. هذا البنات 2099 درهم، 42 الف ريال. فهو هذا هكا تيبان تبارك الله غزال وعاطي العين. ديروا كابتشور ديكرون البنات. وي اختي حليمه هادشي ذهب 18 كار. بشحال هذاك اللي دايره في عنقك؟ 3399 درهم البنات. وي هادي ديال الخميسه راها عندنا في ستوك البنات. كارمن سلام حبيبه مصطفى ايوب. دونك خاصني ناخذ واحد شويه الوقت نبلوكي. ميرسي حبيبه بالصحه والراحه حبيبه كارمن بصحتك. المحل ديالنا في مدينه سطات وكنوصل السلعه فابور في المغرب كامل. هادشي ذهب ديال المغرب ماشي ديال تركيا. بالنسبه لمزيان هذا سؤال زوين، هذا ملي قلت لي علاش الثمن رخيص، حيتاش حنا كنبيعوا في المغرب كامل، يعني نربحوا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا ونبيعوا بزاف، دونك كتطلع لنا احسن من ان نبيعوا غير شويه ونربحوا بزاف. دونك حنا حيت كنبيعوا في المغرب كامل العكس ديال الذهبيه الاخرين انهم كيبيعوا غير في المدينه ديالهم. خويا سعد اش درت ليك؟ امي اش دارت ليك؟ ما شاء الله. افضل تحذفو 99 وتزيدو 10 درهم حتى تكون اكثر مصداقية. اخر كلام هادشي في مستوى اكثر. ميرسي حبيبه فاتحه، وان شاء الله غناخذ رايك بعين الاعتبار. دونك البنات كنعتذر على هاد لي كومونتير السافله اللي كتشوفوا، غير وقع ليا بحال في اللايف اللي فات اللي كنحاول نقرا
حتى لي كومونتير ديالكم او ميم طون. بالنسبه للبنات اللي ما قريتش لي ميساج ديالهم غير خليو لي ميساج بريفي. ميرسي حبيبه شويه. بالنسبه لشي اللي كنوريو فهم تبعوا للجرام الموديل ماشي للجرام عفوا. واللي بالنسبه للاورو فمثلا قلت شي حاجه 2800 درهم كتحيدو داك الزيرو كتبقى 280 دونك هي هذيك، حيت غالبا الاورو كيكون داير 10 دراهم تقريبا في هاد لي زونفيرون. مرحبا لا كوموند حتى كتوصلكم في المكتوب في المغرب عاد كتوصل عاد كتخلصوها. البخي ديال الخاتم هذا حبيبتي 2099 درهم دونك نتمنىكم البنات تكونوا درتو كابتور ديكرون. دونك سمحوا لي راني بلوكيت شي واحد بلا ما نقصد. ما شي واحد اللي ما عارف عليك والو كيبقى عير ما عرفش علاش. انا ما بغيتش داكشي ديال اللايف اللي فات يتعاود ولكن ما عنديش كندير البنات دونك كنعتذر. عطيوني واحد دقيقه نقي شويه هاد اللايف. بالنسبه للناس اللي عايشين خارج المغرب كيف قلت لكم ممكن تكلفوا شي واحد من عائلتكم اللي هنا في المغرب هما اللي كنصيفطوا لهم لا كوموند حتى توصلهم غادي يخلصوها بطبيعه الحال ولا ليفريزون غراتويس يعني على حسابنا حنا. واش هادشي بصح وي هادشي بصح اخويا محمد. حنايا في قصرية الشاويه بالضبط. انا بغي ديامون حبيبتي مون بخي. ديامون ما عندناش اخويا. او ما عرفتش علاش الاسئله الشخصيه بزاف. الريالات لويز لا حبيبه ديالي لويز ما عندناش. هادشي ذهب 18 كاره غيكون مخلط. هادشي ذهب 18 كاره هو اللي كيبيعو الذهبيه كاملين في المغرب. كولي لامان تاتات لامان فاطمة. دي كومونتير والله يجي كيضحكوني حتى داك اللايف كنت صراحة تقلقت وبينت راني تقلقت ولكن دابا والله يجي كيضحكوني. هادشي ديال المغرب ماشي ديال تركيا بزاف الناس تيقولوا ديال تركيا. للعلم فقط ان تركيا راه ماشي عندهم غير الذهب 14 دابا حيت كاين اللي كيحساب لي بلي تركيا عندهم غير الذهب 14 تركيا راه عندهم جميع انواع الذهب حنايا اللي عندنا غير 18. وجنين تيبي في السطات كيجيك شي حاجه. بالنسبه للقصريه اللي حنا فيها هي فيها الذهبيه راه جمال الذهبي راه حدانا. وي حنايا في المغرب بالضبط مدينه السطات النقره رخيصه عندنا في تيزنيت. هادشي ذهب ماشي نقره. اورو داير دابا 10 درهم 90 تقريبا حنا حيت ما يمكنش غنعرف اكزاكتومون ولكن حنا كنعطيكم الثمن تقريبي ملي كتمشي تبغي تصيفط الفلوس اولا تصرفي ديك الساعه عمر تيقولوا لكم اللي كاين. بيتش ديامون ديجا خويا قلت لك ما كنديروش ديامون باد كونفيونس هذا كليون ميفيون عافاكم. احترم النيميرو النيميرو ديالنا هو 0620271774.
دونك ما غادي الا قابل لي كومونتير ما نوريكم والو اليوم. دونك بغيت نوريكم هذا كي ندير الحضور هذا فريمون غزال البنات. اول ما شفتو في اللايف اول ما شفتو في فيترينها حماقني وبغيت نوريه لكم في اللايف. فهكا تيبان كيف كتشوفوا هو فيه الابيض والصفر هكا غزال غزال غزال. الموديل ديالو ما دايرش ما دايرش ما دايرش وعاطي العين وصحيح وثقيل وكل شيء. فهو هذا دا داير 3399 درهم 68000 ريال 68000 ريال البنات فريمون غزال. ديروا كابتشور ديكران اللي بغاتو ديك الساعه راه ندير لها فيديو خاص باش تشوفوا مزيان ونصايبوا لها القياس ديالها. وي حبيبه ايا ممكن بغيت دي تريك ما فاطمه الا العنق اختي. هاد هي هادي داز وريت عليكم البنات دايره 3399 درهم. حنايا في مدينه سطات وكنصوص سلعه فابور في المغرب كامل. اش من عيار عافاكم بلا تخسر الهضره. ولا البنات غير سمحوا لي ما كنبغيكمش تشوفوا بحال هاد لي كومونتير. عندكم نحال ورينا شي حاجه نقدروا نخبيو فيها الفلوس. كاينين لي غادكو البنات ديجا ما عرفتش مالي اليوم غير نسيتهم ولكن دوزوا عندي البريفي وراه نوريهم لكم لي غادكو كتخزنوا فيهم فلوس فلوس وكاينه سرتله كاينه سرتله. مرحبا حبيبه سميره مرحبا في اي وقت. دونك البنات اللي بغيتو شي حاجه صيفطوها ليا في البريفي في الواتساب 0920 72 17 74. وبالنسبه لهاد المبرزطين نقدر نرجع ليهم من بعد غنبلوكيهم وصافي. دونك حيتاش هاد لي كومونتير البنات ما غنرجعش ليهم دونك ما نحتاجش اني نضيع الوقت ديالي على قبل هادوك الناس. دونك اللي بغات اي حاجه البنات دوزو عندي الفريفه في الواتساب ديالي 0620 72 17 74. ومرحبا بكم ان شاء الله على اي تساؤل راني ضروري غادي نجاوبكم. دونك هذا البنات كيف قلت لكم 3399 درهم باقي بزاف ديال لي زارتيك وانا بقيت ماديه غير في الاخرين. كاين هاد لاباك هذا ديال الخريشات كيف كتشوفوا بحال هكا فريمون غزال البنات عاطي العين فنيون. هذا داير 1549 درهم هو هذا 31000 ريال كيبان بحال هكا في اللبسه. وكاين حتى البغاسلي ديالو انا غنوريه لكم. بالنسبه للبغاسلي ديالو فهو هذا 4799 درهم 4799 درهم. غنوري لكم حتى هو ملبوس واخا انا راه قياسي غير موجود في الكون عمري ما تلقى شي حاجه قياسي. فهكا تيبانو فريمون غزالين البنات. وهادو بجوج البنات الا خديتوهم راه كتنقص عليكم 150 درهم تقريبا كيطلع لكم غير ب 6199 درهم بجوج 6199 درهم بجوج يعني 124000 ريال بجوج. تفكر شنو اللي ما وريتكمش اخر. دونك البنات كاين حتى هاد البغاسلي هذا ديال البزيم هو كارتي كيف كتشوفوا فيه هاد لي فيس هادو من هنا من الجناب ما فيه لا حجر لا حتى شي حاجه فريمون غزال 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 البنات. واهم حاجه انه صحيح يعني هانتوما غير القطر ديالو غادي يوريكم كيفاش داير. هذا البنات 2899 درهم 2899 درهم.
يعني 58,000 ريال. دونك غنحاول نوري لكم حتى هو ملبوس. باش يتسد. غنعاود نوريكم هاد السوطوار حكا باش ما تقولوش لي راني ما وريتوش. هذا تقريبا راه فيه 70 سنتيمتر ديال الطول هكا داير في 6 ديال الخميسات، وهاد لي بول هادو من هنا من التحت. هذا 3399 درهم. بالنسبه للبغاسلي ديال البزيم فهو هذا 2899 درهم، 58,000 ريال. خاتم مارياج ما يكونش غالي. ضروري حبيبتي غنوريك فهو هذا. موضوع الحلقه احنا يا خويا ما حالو كنديروا الذهب 18 كارا، وفي كل سيمانه كنديروا لايف بحال هذا باش كنوريكم الجديد في الذهب مع الاسمنه ديالو. مرحبا بكم. لا كنديرو غير الذهب 18 كارا. ام رزان حبيبه ديالي صيفطت ليا بريفي وغنوريك ان شاء الله فاش ممكن تخزني الفلوس. هو الذهب كامل تيخزن الفلوس غير الا كنت يعني معوله انك تبيعي من بعد، كيكونوا عندك اختيارات اخرى. ما تيهاش في هذوك خليهم يهضروا، انا مخليهم يهضروا. اختي السلام اختي، شحال داير الخاتم ديال الزواج؟ اللي حاجه ما تكونش غاليه. واخا حبيبه ديالي دونك انا غنبدا معاكم. بغيت غير نحيد عليا، بغيت نوريكم واحد السلسله ديال الحضور. فهي هذه، هذه اللي كانت ورات فاتين في اللايف ممرا جاو غير شي حبات فهما هادو. هادي 3499 درهم. غنحاول نوري لكم السلسلة ديالها. فهي هادي معاها السلسلة ديال إيبي كيف كتلاحظوا، بلاتي هادي راه السدادة هنا. معاها السلسلة ديال إيبي كيف كتلاحظوا بلي راها غزالة، فيها الطول ديال 50 سنتيمتر، وهادي هي التعليق هكا دايرة من اللور. هادي 3499 درهم، دايره 70,000 ريال البنات، 70,000 ريال البنات. ديروا كابتور ديكرون. واخا ياس انا غنرجع ليك البغاسلي ديال الخريشات بلا باك ديالو، نعاود نوريكم غير هادي باش ديروا لها كابتور ديكرون بالنسبه اللي بغاتها. فبقات غير وحده البنات، فهي هادي كيف كتشوفوا. هادي 3499 درهم. إعادة الهاتف خاتم 36، خاتم 36، موريتي شي خاتم أنا 36، 31,000 ريال اللي وريت. أنا غنعاود نوريه ليكم لاباك هذا ب 31,000 ريال، هو هذا البنات. فهكا تيبان البنات، هذا 31,000 ريال. الرضوان خويا كنبيعو الذهب غير العيالات. بالنسبة للاباك والبغاسلي فهما هادو بجوج تقريبا كيبقاو ب 124,000 ريال بجوج. ندخل معكم دابا للمغياج ياك باش ما نبقاوش نضيعوا مازال الوقت. دونك البنات كاين هذا غزال حتى هو، هذا داير 1649 درهم.
1649 درهم، فريمون غزال وعاطي العين البنات. غنحاول نوري لكم من الجنب، هكا داير من الجنب كيف كتشوفوا، وهكا من الداخل. هذا هو السوليتير ديالو العشيش، 1649، 33000 ريال البنات. السلسلة ديال الخميسة الزرقاء دايرة 599 درهم، فيها الطول ديال 39 سنتيمتر. حبيبة نسيم البحر، ممكن تدوزي عندي في بريفا في النمرة ديالي 0620 72 17 74، وديك الساعة كنوريك حبيبة ديالي لا زارتيك اللي بغيتي تشوفي، أولا إلا كنتي ديجا نتيا عاجبك شي حاجة كتصيفطي ليا الكابتور ديكخون ديالها أولا السكرين ديالها. وديك الساعة كنكونفيرم معاك، يعني إلا كانت حاجة مثلا خاتم يعني كنكونفيرم معاك القياس والسمية والكنية وهكا، وكندير لها فيديو خاص باش كتشوفيها، وإلا عجبتك راه كنصيفطها ليك. الذهب 18 كرام مكاينش في المغرب، 24 كرام مكاينش في المغرب، كاين غير 18. فهذه 1649 درهم. كاين هذا البنات فريمون حلو، ما كان قلبته انا قلبته هذا البنات فريمون غزال، انتما كيف كتشوفوا نحاول نحل لكم هكا، تيبان غزال 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 بزاف وحلو، ما فيه لا حجر لا والو الا هاد الحجيرات هادو ديال العشيش. هذا البنات داير 1349 درهم، 1349 درهم، 1349 درهم، يعني 27000 ريال. النيمورو التليفون ديالي هي 0620 72 17 74. كاين البنات هذا كيف كتشوفوا فريمون حتى هو غزال وعاطي العين، هكا العشيش ديالو هكا داير من الداخل. هذا البنات داير 2549 درهم، طبيعه الحال انا ماشي قدي، دا كيبغي شويه اليديده تكون عامره، ولا شي وحده اللي كتبغي لي باغ يكونوا عاطين العين. 2549 درهم، 51000 ريال. وي هادشي ذهب 18 كار، اختصاص ديالنا هنا بيع غير ذهب 18 كار. كاين هاد السوليتير هذا، يعني كان اللي تبغي ديرو مارياج تبغي ديرو سوليتير، فهاكا هو تيبان فيه من هاد الجهه ثلاثه ديال الخطيطات ومن هنايا غير واحد، فهو كيتلبس بحال هكا، اولا نقلبته بحال هكا انتما كيفاش تيجي فريمون غزال البنات. هذا 1999 درهم، 40000 ريال. أربعين ألف ريال البنات، 1999 درهم. وي هادشي ذهب 18 كار. كاين هذا حتى هو البنات، هو غزال 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 بزاف. انا ديما تنحاول نوريكم هادشي بذوقي انا، يعني الحاجه اللي تتعجبني انا هي اللي تنوريها لكم. فهو هذا، هذا داير 1999 درهم البنات، 1999 درهم، 40000 ريال البنات، فريمون زوين وصحيح. المحل ديالنا اختي مليكه كاين في مدينه سطات وكنصوص العفابور في المغرب كامل. بغيت نوريكم البنات هاد البغاسلي، هذا ديجا لونسومبل ديالو راه دخل للستوك. فهو هذا، هذا داير 7299 درهم، هكا داير من الجنب هكا 7299 درهم، يعني 146000 ريال.
146,000 ريال. وي ضروري الروسو اختي خويا سمير. هادشي ذهب 18 كارا. لا حبيبتي حنايا في مدينه 16 وكنوصلوا السلعه فابور في المغرب كامل. نسيم البحر 06 20 72 17 74. فهو هذا هكا تيجي ملبوس فريمون غزال. انا حتي دير رقيقه حجم كتجي قدي. فهكا تيجي فريمون غزال وعاطي العين البنات شي حاجه ديال الحضور غزاله. شكرا حبوبتي رانيا. وي ذهب بوشته يسرى كي ندير نعرف القياس ديالي بولا باك. كتشوفي حبيبه ديالي مسطره نعطيك اكزامبل مثلا هذا هو لاباك ديالك وهذه هي المسطره كتحطها بحال هكا في النص وكتصورها ليا وتصيفطها ليا في الواتساب. جاني خيط ميرسي 06 20 72 17 74. سميتي يسرى شحال كدير خاتم ديال الزواج؟ او ديجا وريتكم شحال من موديل وقلت لكم الثمن ديالهم كاملين. يوسف بالعكس هادشي اخويا اللي كنعطيكم راه اثمنه ديال بروموسيون. خديجه شناهي حبيبه ديالي اللي بشحال؟ حسين قولي لينا شحال الغرام؟ حاليا الذهب داير 300 درهم تقريبا كماده خام. كماده خام يعني بلا خدمه بلا والو. ملي كتكون حاجه مقدومه كيتزاد الثمن شويه. نوريكم هاد السترتله هادي. فهادي بكامله البنات دايره 6899 درهم. هادي اللي هازه انا في يدي البنات 6899 درهم. ستلاف وتمنمية وتسعود وتسعين درهم. نيمو التلفون ديالي 06 20 72 17 74. تحية خاصة لخويا حمزة مسكين راه متبعني في اللايف. وبالنسبة المهم غنوريكم بثلاثة بحال هكا تيجيو. وبالنسبة اللي بغات غير واحد فهو 2449 درهم البنات. هاد لاغيفاج فريمون جاو غزالين وراهم صحيحين. يعني ماشي تشوفوا هاد الثمن تقولوا راهم مصحاش او لا، العكس راهم صحيحين وشادين فروسهم. وما بغاش يتحل ليا البغاصه اللي فشلوس عليكم. ما بغاش يتحل ليا البغاصه اللي باش نلبسو مع باقين جداد تيكونوا قاصحين وانا ما عنديش الطفار دابا. المهم انا حليت واحد. فهكا تيجي البنات. هذا راني لقيتهم في القياس ديالي. هادو واحد 2449 درهم يعني 49,000 ريال. 49,000 ريال البنات. خويا جي اصلا الذهب كيتباع للغرام ماشي للكيلو. كان صيفطوا الذهب غير في المغرب. وي ممكن اختي الهام. انا غنحاول نكتب لكم نيمو التليفون ديالي. دونك صوماليه شي حد تقطع. بخي بالاورو ما نقول لك تقريبا تقريبا هذا 245 اورو تقريبا هي 2449 درهم ديالنا. فهكا واحد وبثلاثه كيف قلت لكم راهم 6899 درهم البنات.
واللي بغات مثلا ما شافتهمش دابا بغات تعاود تشوفهم ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا ميساج بريفي في الواتساب وضروري ان شاء الله نعاود نوريكم. واحد لا كليونت كانت قالت لي بغات تشوف هاد الخلخال هذا ديال اليد بحال هكا، كان غنلبس وعد نوريه ليكم. هكا هذا داير 1949 درهم، وكيتسد ممكن تسديه على حساب القياس ديالك، فهو ممكن يجي قد اليد الرقيقه وقد اليد الغليظه، لان انتما فيه ثلاثه ديال الخريصات على حساب القياس، ثلاثه في ثلاثه، ها وحده ها جوج ها ثلاثه، وكتكون في هذه الخميسه بطبيعه الحال. فهو هذا نيمو التليفون ديالي 06 20 72 17 74. فهذا البنات ديرو كابتيغ ديكران، هذا 1949 درهم، 39000 ريال البنات، فريمون غزال غير انا يديا ما لباساش في هادشي، بحال هكا تقريبا هو تيجي، انا حيت ما سديتوش ما حدايا حتى شي واحد اللي غيسد ليا بحال هكا. في هاد القليبات هادو فيهم الحجر في الخضر وفي الاحمر، فضيله مرحبا بك حبيبه ديالي في البريفي، خلي لي التصويره اللي بغيتي اولا لارتيكل اللي بغيتي، سميه الكنيه اللي ندير سو نيمو التليفون ولا ادريس. المحل ديالنا كاين في مدينه سطات وكنوصل السلعه فابور في المغرب كامل. لا كوموند حتى توصلكم فيما كنتو في المغرب عاد كتخلصوها البنات. دونك البنات ما سخيتش بكم، اللي بغات اي حاجه تخلي لي ميساج بريفي، وراه ضروري غادي نجاوبكم، ولو نتعطل غير حيت كيكون الضغط ديال لي ميساج داكشي علاش، ولكن ضروري غادي نجاوبكم، غير خليو لي ميساج خلاتها فاتين غنجاوبكم، هي غنجاوبكم يعني، واللي بغات اي حاجه تخلي لي ميساج في البريفي، راه ضروري ولو نتعطل ضروري غادي نجاوبكم. ان شاء الله من هنا الليل بالكثير غنكون مجاوبه كلشي، انا راه ما كننعس حتى كنجاوب كلشي لي ميساج. دونك البنات ما سخيتش بكم، نتمنى لكم جمعه مباركه والسلام عليكم.